أكد وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الخاصة بقطاع غزة وفي كلمته أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي إن الوضع شديد التأزم الذي يمر به القطاع ويحتم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته لرفع المعاناة عن المدنيين. وشدد شكري على أن مصر حافظت منذ يوم 8 أكتوبر الماضي على أن يظل معبر رفح مفتوحا، إلى أن الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون نفاذ تلك المساعدات. كلما حاولنا مساعدة أو نقل المساعدات عبر المعبر إلا وتمت عرقلتنا، خصوصا فيما يتعلق بإيصال المساعدات وتوزيعها. بدأنا بعشرات الشاحنات والآن وصلنا إلى 100 شاحنة في اليوم، وهذا عدد ما زال بسيطا بالمقارنة مع حجم الاحتياجات في قطاع غزة. والآن زالت الحرب والنشاطات العسكرية قائمة، وعدم وجود أماكن آمنة والدمار في كل مكان في القطاع، وهنا ضغط كبير جدا يقع على إخوتنا الفلسطينيين في قطاع غزة.